وهي بأسامة عمار، فلسطينية وجنسيتي من مدينة قطاع غزة، عمري 25 عاماً. هوايتي التصوير الفوتوغرافي والفيديو، تصوير الصور الجمالية، أحب السفر، أحب الترحال، أحب القراءة، لدي العديد من المواهب. هدف مشاركتي في مسابقة رحال العرب التي ستعقد في المملكة المغربية بعد شهرين من الآن، بأن أكون أول رحال فلسطيني من مدينة غزة يجوب هذا العالم، يدون فكرة الترحال من رحم هذه الطبيعة. من خلال ذلك أريد التعرف على ثقافات جديدة، عقول جديدة، اكتشافات جديدة، أريد أن أخوض شغف هذه المغامرة. فلذلك من خلال عدسة كاميرتي التي أحملها بيدي الآن أريد التقاط صور جميلة لم أرها قبل الآن. فلذلك أصدقائي داخل فلسطين وخارجها، أحتاجهم لمساعدتكم ومساندتكم لي للتصويت لي عبر هذا الرابط والمشاركة في المسابقة لأضمن التأهل للمرحلة النهائية في هذه المسابقة.